بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي تنظيم غرفة تجارة صناعة الشارقة للمهرجان المالح والصيد البحري في الدورة الثامنة، حيث الهدف منه هو إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية لهذه المدينة، إضافة للتركيز على الموروث الشعبي من خلال مشاركة العديد من المحلات المشهورة في صناعة وتجارة المالح. أيضا يأتي أيضا استكمالا لخطة غرفة تجارة صناعة الشارقة للتركيز على الفعاليات في المنطقة الوسطى والشرقية. اليوم نحن نتكلم من خلال شهرين عن مهرجان الذيد للرطة في مدينة الذيد، نتكلم عن معرض الصيد البحري في مدينة كلبة، نتكلم عن فعالية اقتصادية في خرفكان، واليوم في هذا المدينة الجميلة مدينة دبى الحصن نقوم بتنظيم مهرجان المالح، وهو طبعا مهرجان لمدة 8 سنوات كل سنة تقيم الغرفة بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة دبى الحصن. يأتي استكمال التعريف بالأجداد، بالموروث الشعبي، بالصناعة المهمة اللي تميز بها هذه المنطقة، إضافة إلى مشاركة متميزة للمتحف البحري والركن البحري للتعريف عن 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 هو مهمة أدوات الصيد البحري، إضافة إلى مشتقات البحر. أيضا هناك مشاركة متميزة للأسر المنتجة باختلاف أنواعها وأشكالها، منتجات غذائية، منتجات حرفية، منتجات تراثية، للتعريف بالجيل الجديد عن أهمية هذا الموروث. فلله الحمد المهرجان في هذه الدورة وفي اليوم الأول يشهد إقبال منقطع النظير، وأيضا هناك تم مراعاة عدة أمور احترازية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأزمات والطوارئ في إمارة الشارقة، من ناحية التباعد، من ناحية عدم الممارسة، وأيضا من ناحية الإجراءات الوقائية لزوار المهرجان.